حاجه وصلنا حددنا الباص بتاع الستايل شيت خلاص كده ملف الستايل ايه ستايل شيت. تعال نخش في الموضوع بتاع الايه بتاع البادي. بتاعت ليدر يعني كل مهمتي دلوقتي ان انا عايز اعمل الحته اللي فوق هنا دي يعني بالظبط بالظبط عايز اتكلم على الجزء ده من الجزء ده هو ده اللي عايز اتكلم عليه دلوقتي. الجزء ده فيه هنا حاجه اسمها هيدر خلاص وفي حاجه هنا اسمها سب هيدر مش عارف باين عندكم ولا لا مش باين عندكم مش مشكله خلاص في حاجه اسمها سب هيدر وفي هنا في الهيدر برضو حاجه اسمها HTML5 ايه روكس دي احنا ممكن نعملها اي حاجه خلاص كده ممكن نخليها حاجه ثانيه احنا عايزين بقى نتخيل الشكل بالمنظر ده. فده بيتعمل على حاجه اسمها اتش في تاج اسمه اتش اسمه هيدر اصلا يعني ممكن لو جاي هنا عامل اتش 1 يعني باكبر حجم خط اكبر حجم اسف اكبر حجم عنوان يعني هيدر 1 اكبر حجم ايه اكبر حجم عنوان خلاص هو كاتب مثلا ايه فريش فروتس صح كده فروتس خلاص فريش فروتس اسم الموقع كده خلاص كده ده الهيدر الاولاني اللي هو هيطلع المفروض فين اتخيل معايا بقى اللي يطلع مكان كلمه ايه هيدر وفي هنا حاجه تانية ايه سب تايتل منه عاملها اتش ايه اتش 2 يعني يعني عنوان بس اقل منه ايه اقل منه حجم او الاقل اتش 2 خلاص for fresh and free fruits يعني عندهم حاجات كده يعني فري في حاجات مجانيه وفي حاجات يعني كلها جديده وكلها مجانيه وفي حاجات مجانيه تبتدي تاخد بزياده ولا حاجه اي حاجه اي حاجه بقى مش مهمتنا دلوقتي. وفي عندي كمان في السايت ما ده برضو يعتبر هيدر ده برضو يعتبر ايه يعتبر هيدر خلاص كده خلاص كده عايز اكتب هنا ايه عنوان تاني برضو يعتبر اتش خد بالك بقى انا كل ده بتكلم في الحته بتاعت ليدر دي كلها فقايل والله عايز اعمل على اتش مثلا بس تكون صغيره شويه اتش 4 مثلا حجم خط اقل واكتب على سبيل المثال فريش فروتس ات اني تايم خلاص كده حلو قوي ده حجم خط عنوان حجم اصغر منه حجم اصغر منه عشان تبقوا برضه فاهمين معايا تعالى نعمل كليك كمان ونقول له فيو ان ايه فيو ان براوزر يعني وريها لنا تتعرض ازاي يعني وريها لنا تتعرض ايه ازاي كليك كمان ونقول له فيو ان براوزر هتلاقي ان ده حجم خط اكبر حجم عنوان وده حجم خط بس واضح ان هو اصغر منه وده اتش 4 ظاهر ان هو اصغر ايه اصغر منه خلاص كده كلام جميل. من القواعد الاساسيه ل اتش ام ال حاجه اسمها سيكشننج. سيكشننج يعني تقسم الموقع بتاعك ايه اقسام. في تاج اسمه هيدر في تاج اسمه ايه هيدر اسمه هيدر كده بالكامل. قال لك لما يكون عندك 3 4 هيدنج يعني اتش 1 او اتش 2 او اتش 3 او اتش 4 او اتش 5 او اتش 6 اتش 6 ده اصغر حجم عنوان خلاص كده من اتش 1 لغايه اتش ايه اتش 6 قال لك لو عندك 3 4 عناوين ورا بعض حطهم في تاج اسمه هيدر حطهم في تاج اسمه ايه هيدر يعني مفترض ان انا اجي اقوم عامل هنا ايه اقوم قايل ده والله ده انا عندي اتش 1 وعندي اتش 2 وعندي اتش 4 صح ولا لا كم واحد هيدنج كم عنوان ورا بعضيهم طالما ان كم عنوان حتى لو كانوا عنوانين بس اقوم جاي هنا عامل كده كلمه هيدر قفل طبعا لوحده لا اقول له تقفل فين تحت. طيب ده هيأثر ايه في العرض لو جينا عملنا ريفريش اثر حاجه ولا الهوا ولا هياثر معاك ولا هي ايه هياثر معاك هو بس كقاعده. طب مثلا حلو كقاعده ماشي وفهمتك بس برضو لازم تقول لي هتفيدني في ايه لازم تقول لي ايه هتفيدني في ايه يعني ماشي قاعده وعملناها بس هتفيدك بعد كده في ان انت ممكن تقدر تنادي ممكن تقدر تنادي على الهيدر كله وتخصص له ايه تنسيقات
دلوقتي نادي على الهيدر كوت دلوقتي تخصص له ايه؟ تخصص له تنسيقات زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. فدي ممكن تكون هتقدم لك ميزه من المميزات المهمه جدا جدا. فانا كمان شويه لسه هتكلم مع الحاجات دي وخصص لها تنسيقات، خلاص كده؟ يعني ممكن اقول تنسيق كل الهيدر يبقى لونه كذا يشتغل معاك، اما اتش 1 فيها تعمل كذا، اما اتش 2 خليها بالشكل كذا، اما اتش 3 فاهمين الفكره؟ فممكن اقدر احسن ايه؟ احسن شكل العرض بتاعي بان انا بنادي على هيدر اقول له كل الهيدر كذا، اما كل اتش 1 كذا، كل اتش 2 تبقى شكلها كذا، كل الى اخره. خلاص كده؟ طيب. بعد كده بعد الهيدر بعد الحته اللي فوق دي عايز اتكلم على الجزء الباقي اللي هو ده كله، لا اسف، اللي هو الجزء ده كله على بعض معايا كده. الناس انا عايز اتكلم عن حته، عايز اتكلم عن الحته دي كلها. في حاجه اسمها في الاتش ام ال اسمها ديف. يعني ايه ديف؟ ديف يعني قطعه. ديف يعني ايه؟ قطعه. فانا عملت الهيدر ده قطعه واعمل الديف ده ايه؟ ده قطعه تاني، واعمل الديف ده قطعه ايه؟ يبقى اقول ده دي القطعه التانيه في الموقع، الحته دي هي القطعه التانيه. فقوم جاي عامل ايه؟ هنا قوم قايل كده انا عايز اعمل ديف وقفل لي بسلاش ايه؟ بسلاش ديف. خلاص كده؟ ممكن ادي للديفايه دي اسم، ممكن ادي للديفايه دي ايه؟ طبعا هي الديفايه لو انت جيت عملت ريفريش مش هتشوف حاجه. الديفايه دي بقول قطعه بس مالهاش ظهور. الا لو انا نريت عليها في السي اس اس وقلت لها القطعه دي تاخد مثلا بوردر معين، تعمل مش عارف ايه، اقدر ايه؟ اقدر اديها تاثير معين زي ما انا عايز، اقدر اديها تاثير معين زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز. خلاص كده؟ فانا اجي اقول له ايه؟ الديفايه دي مثلا اديها اي دي، اي دي يعني نيم، اديها اي دي يعني اديها ايه؟ نيم، اسميه مثلا كونتينر، كونتينر يعني ايه؟ الوعاء الاساسي او الحوالي الاساسيه اللي بتضم كل الايه؟ كل حاجه جواها. مجرد مسمى. مسمى ليه؟ عشان ابقى استخدمه بعد كده، مسمى عشان ابدا استخدمه ايه؟ بعد كده. لكن تيجي تعمل ريفريش مفيش اي حاجه بتظهر، لان ده مجرد انت قلت ان في حته. والحته دي اسمها ايه؟ المحتوى. لكن هل انت قلت له ازر حاجه؟ اعرض حاجه؟ لا. نرجع للصفحه بتاعتنا. اول حته في المحتوى عندنا هنتكلم عليها هي مين؟ ها؟ الحته دي؟ حته اللينكات، حته الايه؟ في لينك 1 لينك 2 لينك 3 لينك 4 لينك 5 الى اخره. صح كده ولا لا؟ فانا عايز اعمل مجموعه من الايه؟ من لينكس. وفي عنوان هنا ليهم اسمه ناف. ناف يعني ايه؟ نافيجيشن. نافيجيشن يعني لو انت عايز تتحرك في الموقع اختار من هنا. لو انت عايز تتحرك في الموقع اختار من ايه؟ من هنا. فانا هقول له ماشي عايز اعمل الحته دي. فطبعا لما يكون عندك مجموعه لينكات مع بعض، ثلاث اربع لينكات ولا خمس لينكات ورا ايه؟ ورا بعض. لو عندك ثلاث اربع خمس لينكات ورا بعض بنقوم عاملين حاجه اسمها ناف وسلاش ناف. ناف وسلاش ايه؟ ناف. واقوم جاي بقى عامل لينك لينك جوه الناف، يبقى الناف ده اختصار كلمه نافيجيشن. ونافيجيشن يعني ايه؟ التحرك. يعني ايه التحرك؟ يعني عايز اقول لك دي اللينكات اللي بتحركك في الموقع. طب لو انت جبت لغايه ناف لغايه هنا برضه مش هتظهر لك حاجه، بس انت حددت ان المكان ده عباره عن مكان هيبقى فيه هي مجموعه من اللينكات اللي بتحركك في الموقع. ده معناها كده يبقى كل مجموعه لينكات ورا بعض بتحركني في الموقع احطهم ما بين ناف وسلاش ايه؟ وسلاش ناف. بدل مثلا ما اقول هنا مثلا ايه؟ بدل ما اكتب كلمه ناف هنا في الحته دي اكتب حاجه ثانيه. فاقول مثلا ايه؟ على اتش 4 وعرفنا يعني اتش 4 خلاص صح؟ او خلي اتش 3 اكبر شويه واقول له ايه؟ مين مينيو. مين ايه؟ مين مينيو. القائمه الرئيسيه. خلاص كده؟ حلو. واقوم جاي عامل ايه؟ اللينكه الاولى. يعني ايه لينك؟ لينك يعني كلمه او صوره او اي حاجه في الصفحه لما بدوس عليها بتوديني لحته تانية. دي معنى كلمه ايه؟ لينك. يبقى كلمه مفهوم كلمه لينك بيكون من حتتين. مفهوم كلمه لينك بيكون من ايه؟ من حتتين. الحته الاولى في حاجه هدوس عليها وفي حته هروح لها. وصلت؟ يبقى اي لينك لما نيجي نتكلم على لينك يبقى في حاجتين لازم تفهمهم كويس جدا. في حاجه هتدوس عليها وفي حته حاجه ايه؟
هتروح له في حاجه هتروح له خلاص كده. فمان قايل ايه؟ اه في حاجه هتدوس عليها او قايل كده اللينك بتعمل حاجه اسمها ايه يعني ايه؟ انكر يعني ايه؟ مكان رابط برضه زي لينك. هي احنا الانكر بنسميها لينك, احنا بنسميها ايه؟ لينك. بس طبعا في تاج اسمه لينك وفي تاج اسمه ايه؟ لينك ده لا ده بيربط ملفات خارجيه بملف الصفحه الرئيسي. زي على سبيل المثال ممكن اربط ملف الستايل بالايه؟ بال HTML بتاعي. طبعا الستايل لسه ما بدناش لينا فيه, انا عايز اشربك دلوقتي HTML وبعد كده اخش ادخلك على الستايل. خلاص كده مفهوم؟ طيب اما تاج الايه ده بيربطني من مكان من صفحه لايه؟ لصفحه. فاقول له ايه؟ هايبر ريفرنس HREF. هايبر ريفرنس دي المكان اللي انت هتروح له, الصفحه اللي انت هتايه هتفتحها, الصفحه اللي انت هتايه هتفتحها. اقول له الصفحه اللي انا هفتحها والله هنسميها طبعا, هو طلع لي كل الصفحات اللي موجوده عندي. بس احنا لسه في صفحات هنعملها لسه ما ايه ما اتعملتش. اول صفحه هنعملها في الموقع مثلا صفحه اشترك معنا, صفحه اشترك ايه؟ اشترك معنا. هسميها مثلا صفحه ايه؟ ريجستر دوت اتش تي ام ال. هنبقى نعملها صفحه اسمها ريجستر اسمها اشترك, لسه هنبقى ان شاء الله ايه نعملها وعليكم خير. وقوم جاي هنا قافل ما بين ايه وسلاش ايه, او ما كاتب كلمه ايه؟ ايه الفرق بقى؟ كلمه ريجستر دي الكلمه اللي هتظهر, الكلمه اللي هت ايه لما تدوس عليها هيفتح لك صفحه اسمها ريجستر دوت اتش تي ام ال. يبقى مش احنا قلنا اللينك مكونه من حاجه هدوس عليها وحاجه هروح لها؟ صح. ادي الحاجه اللي هتدوس عليها وادي المكان اللي انت هت ايه هتروح له. لو جينا عملنا نفنش هنا ادي المين منيو وادي ايه ريجستر. طبعا باين قوي ان هي شكلها شكل اللينك. بص نوت بقى نوت في الحته اللي تحت دي اللي هي الستاتس بار, هيطلع لك الستاتس بار. بص عليه لما اقف على اللينكه طلع لي ايه؟ لوكال هوست مش عارف ايه مش عارف ايه الرقم كده. ده عباره عن ايه؟ اسم الموقع لو انت طبعا عشان انت مش شغال لسه اسم الموقع رسمي. بعد كده سلاش ريجستر دوت اتش تي ام ال دي اسم الصفحه اللي هتتفتح. لو دوست دلوقتي هيحصل ايه؟ لا هينقلك على صفحه اسمها ريجستر وهيطلع لك ايرور يقول لك الصفحه دي مش موجوده, بس ينقلك. لو دوسنا اهو كده اهو قال لي ايه؟ نوت فاوند صفحه ايه؟ نوت ايه؟ وبس المهم ان العنوان فوق اتحول الى ايه؟ قال لي رحت على ريجستر دوت اتش تي ام ال بس نوت ايه؟ نوت فاوند. وقال لي انا دخلت على سي يوزر مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه جوه مش عارف ايه جوه فروتس ويب سايت مش عارف ايه ما لقيتش الصفحه دي. صح كده؟ بس المهم ان هو نقلني صفحه مش موجوده دي, يبقى نحطها بقى ربنا يسهلنا ونبقى نحطها. لكن المهم ان هو نقلني صح, المهم ان هو نقلني ايه؟ نقلني صح. كلام جميل. عايز اعمل لي 3 4 لينكات, عايز اعمل لي 3 4 ايه؟ لينكات. هقول له مثلا في لينكه ثاني من ضمن اللينكات اسمها لوجن. لوجن يعني ايه؟ الدخول صح؟ لوجن. لينك كمان اسمها فروتس فروتس مش عارف الفواكه دي تتقسم فئات. لا احنا بقى ايه هنعمل حاجه طبعا يعني مش عايزين نوسع قوي. هو جدول الفواكه وخلاص, جدول الفواكه وايه وخلاص ايه. وممكن نعمل حاجه كمان اسمها حجز ايه؟ ما هو يعني شراء على كلها بعدين. لكن احنا هنعمل ايه؟ انت بس تطلب الطلب واحنا نبعته لك على البيت ما تقلقش خلاص. لا هنعمل حاجه ثانيه مثلا اسمها نسيتها يا اخي من كتر الكلام انتوا بتتكلموا. اسمها مثلا ايه؟ اوفرد. اوفرز يعني ايه؟ العروض. لو في حاجه نازله رخيصه بتاع ولا اي حاجه خلاص كده. دي العروض. كفايه كده لينكات. طبعا لما اروح اعمل ريفريش اللينكات كلها جت على ايه؟ جنب بعض. ما يهمكش ولا يهمك, هنظبطهم كمان شويه بالسي اس اس. هنحسن العرض ده بالايه؟ بالسي اس اس. خلاص كده. ده الطريقه المفترض ان كل بتوع الويب سايتس بيتبعوها في الديزاين. خلاص معموله كده على فكره. معموله كده في ايه؟ صفحه المعهد. اول ما تيجي تخش تكلم
لازم. طب ليه ما يعملش واحد تحت واحد فوق؟ لا هو بقى انت عندك بقى عايز تعمل كده ماشي، عايز تعمل كده هوريكم ازاي تعمل كده وتعمل كده كده، دي طلعت ده الطبيعي. ممكن اقول لا وسع ما بينهم بحاجه، يعني مثلا انا عايز افصل ما بينهم مثلا، ما عادي انا عايز افصل ما بينهم واخد مسافه كده. لا هو من غير فصل واعملها كده مثلا، واقوم عامل فاصل مثلا كده، شايفين الفاصل ده؟ واقوم واخد منه كمان كمان بس اخر واحده لا، وارجع اعمل ريفريش خلاص عمل لك الفاصل اللي انت حطيته مثلا خلاص. ممكن اعمل يعني زي ما انت عايز يعني خلاص كده، بس انا مش عايز فاصل خالص، انا ما عايزش خلاص كده. طيب بعد كده عايزين نعمل حاجه تانية، تعال نبص على الصفحه بتاعتنا، خلاص عملنا الجانب ده صح. طيب بعد كده عايز اعمل البلوكايه دي، القطعيه دي، دي طبعا واضح اللي تحتيها ايه زيها، واضح ان اللي تحتيها زيها، بس انا عايز اعمل القطعه دي، القطعه دي على بعضها، القطعه دي وبص معايا كده على القطعه دي، شبه بعضيهم صح. واحده مثلا اعرض فيها منتج جديد، مثلا اعرض في واحده منهم اخر، او مثلا يعني مثلا اعرض فيها فروت يعني فاكهه مثلا معينه عشوائيه، كل مره تطلع فاكهه مختلفه، وتحت هعرض مثلا اوفر، اخر اوفر عندي مثلا مثلا، بس لو جيت بصيت هتلاقي ان دول كلهم على بعضيهم ايه صح ولا لا، ولا مش معايا الناس؟ دول كلهم على بعضيهم كده، حتى بص كاتب ايه، دول كلهم على بعضيهم سيكشن اليمنت، دي سيكشن جانب من جوانب الصفحه صح، جانب من جوانب الايه الصفحه، ودي على بعضيها المربع الصغير ده اسمه ايه؟ اسمه ارتكل. والجانب الصغير ده على بعضيه اسمه ايه؟ اسمه ارتكل تاني. ولو عايز اعمل واحد تالت ارتكل تالت خلاص كده؟ فقلت له ماشي، انا هعمل سيكشن، والسيكشن ده يعني جانب في الصفحه، السيكشن ده بيضم ارتكل وارتكل تاني، ممكن اعمل ثالثه ورابعه و20 زي ما انا عايز. واضح كده؟ كويس قوي. هم عامل ايه؟ هم جاي بعد الناف، بعد الناب، وما عامل هنا كلمة ايه؟ سيكشن. بس ايه الميزة بتاع كلمة سيكشن؟ ولا حاجة برضو زي الديف كده، بس الميزة خلاص ان انا في الاخر اقدر اقول له ايه؟ السيكشن اعمله بالشكل الفلاني، فيتطبق كله على ايه؟ على السيكشن كله، يتطبق كله على السيكشن ايه؟ على السيكشن كله خلاص كده؟ طيب عايز اعمل اول ارتكل، اول ايه؟ اول ارتكل، يعني اول ارتكل يعني اول حتة من القطعية دي، اللي هو جزء الايه المربع ده، عايز اعمل ارتكل دي، فقوم جاي اعمل ايه؟ قوم فاتح جوه سيكشن، قوم عامل ايه؟ ارتكل. حلو كده؟ في مشكله؟ طيب وقوم قافل بسلاش ايه؟ بسلاش ارتكل. الارتكل دي اساسا لو جيت بصينا لها، صغر بقى كده وركز معايا في الارتكل بتاعتنا دي كده، خليك في واحده وهنكبر الثانيه خلاص كده؟ لو جينا ركزنا فيها هنلاقيها متقسمه الى هيدر صح كده؟ والى ايه؟ الى كونتنت او الموضوع بتاع الارتكل، الموضوع بتاع مين؟ بتاع الارتكل. وبعد كده مين؟ وبعد كده فوتر. يبقى الارتكل عندي بتتكون من ايه؟ من هيدر ومحتوى وفوتر خلاص كده؟ ده نفس فكره الايه؟ البيج بس على صغير صح؟ لا يعني قطع كده يعني حته من الصفحه. قلت له ماشي. فقام جاي هنا ومتقالي والله انا عامل ارتكل، الارتكل دي عايز احط فيها ها هيدر خلاص كده. الهيدر ده هكتب مثلا على اتش واحد او اتنين او زي ما انت عايز، على اتش واحد اقول له مثلا على سبيل المثال ايه؟ ماشي نخليه ثلاثة مش مشكلة. او احنا كده كده هنعمل ايه؟ هنجرب ونشوف، عايزين نكبره عايزين نصغره، دي حاجه هتبقى نعملها احنا بايه؟ خلاص هنقدر نجرب لغايه ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. احلى اصعب حاجه او احلى حاجه واصعب حاجه برضه انك يبقى في خيالك حاجه وعايز توصلها، في خيالك حاجه وعايز ايه؟ عايز توصلها، دي بتبقى اكتر حاجه ايه؟
مضايقك. يعني ممكن تروح لواحد يقول لك انا عايز اعمل ويب سايت ومشخبط لك نوك، عايز احط هنا مش عارف ايه، احط هنا مش عارف ايه، احط هنا مش عارف ايه، تلاقي نفسك اتجننت مش عارف تعملها ببرنامج جاهز، تطلعها زي ما هو ايه، زي ما هو عايز، عامل لك مشكله، عامل لك ايه مشكله. المهم هقول على اتش 3 مثلا، ده الهيدر بتاعي، هكتب مين في مثلا ايه، مثلا very fresh fruit، ما انا عايز ابيع بقى، مش عايز ابيع، وانا قلت انها هطلع في كل مره هنا ايه نوع من انواع الفاكهه ايه عشوائي، هقول له ده احلى نوع عندي جديد وطازه، وكل مره بيخش هو بيعمل فيش اي نوع عندي بيطلع له خلاص، صح كده؟ طيب واجي في الايه، في الجزء بتاع ده البادي، ده مين؟ ده الايه، جسم الايه، جسم الرغي بتاعي، الرغي ايه بتاعي، واجي تحت عايز اعمل مين، عايز اعمل فوتر تحت هنا، صح؟ طبعا تاخد بالك ان الهيدر هياخد نفس تنسيق مين، الفوتر، صح؟ فاقول له اعمل فوتر، والفوتر ده اكتب لي فيه، مش عارف اكتب لي فيه ايه بصراحه، اكتب لي فيه مثلا ايه، نكتب البرايس مثلا ايه، او مثلا ايه كليك فور مور ديتيلز، ان هو بقى يخش بقى ايه الكيلو كام ومش عارف ايه والحاجات دي يعني. خلاص كليك فور مور ديتيلز، ولا ينفع ادخل فيها فلاش ولا وماله، ما هي ظابطت ولا هي عادي طبعا، طبعا يعني فضل فلاش عندي انا مجهزه مثلا على أيوة. على اي برنامج من برامج عايزك على فلاش مثلا او تمام وشغله وخلصته خالص وعايز ادخله مثلا ماشي مثلا عندنا فلاشايه مثلا وعايزين نحطها بدل الهيدر، مش عندك الفلاشايه صح؟ هنكتبها بدل كلمه هيدر، هوريك الكود اللي بينادي على الفلاشايه فهتشتغل مكان الحته دي، بس واحده واحده خلينا نطور الموقع ايه حبه حبه. خلاص كده هقوم جاي عامل ايه، خلاص عملنا الفوتر، طب النص بقى عايزين نرغي شويه، اي رغي بقى، انا هجيب اكتب اي ايه اي حاجه، بس انا عايز اغير شويه في التصميم بتاع البتاع اللي قدامنا دي، انا عايز يحصل ايه، انا عايز مثلا انا هشوط في اللي تحت مش في اللي فوق، صح، يبقى في رغي هنا بس هيبقى في هنا على جنب صوره للفاكهه كده، صح كده، صوره للمنتج، يعني في شويه رغي عليه بس يبقى في صوره للايه، صوره للمنتج بتاعي، صوره للمنتج ايه، للمنتج بتاعي هنا، وكذلك برضو فين، وكذلك برضو فوق، فانا هرغي شويه هم قايل له بدل البادي دي هم قايل له ايه اي ايه، طالما ده باراجراف، باراجراف يعني ايه باراجراف، يعني شويه رغ، طالما ده شويه رغ، اسمع بس معايا، طالما ده شويه رغ يعني باراجراف يعني قطعه رغ، صح، طالما ان قطعه رغ تقوم عامل بي خلاص، واخر قطعه الرغ تقوم قافل بسلاش ايه، بسلاش بي، فيفهم ان دي باراجراف على بعض، فيسيب لك بقى لو كان في كلام فوقي يسيب لك مسافه كده، لو كان كلام تحتي يوسع لك سنه، بحيث ده ايه باراجراف كامل على ايه، فهمنا فكرتها؟ طبعا هتحس بايه، هتحس بس ان هو ايه وسع بس سنه ما بين اللي فوقيه واللي تحتيه، وعمله لوحديه يعني ما ينفعش حاجه تيجي ايه، ما ينفعش حاجه تيجي معاه، خلاص كده، فاعمل ريفريش، طبعا تلاحظ ان كليك كليك فور مور ديتيل ايه اللي حصل فيها، في مسافه ما بينه وما بين دي، لو كنا ما عملناش الباراجراف ده وسلاش باراجراف ده كنت هتلاقي، بص لما تيجي تعمل ريفريش كنت هتلاقي الايه، اكنها سطر تاني، اكنها سطر ايه، سطر تاني، ما هياش باراجراف لوحديها وفي مسافه شويه وباراجراف تاني واخره، خلاص كده، فانا اقول له ماشي، انا هاخد شويه من الايه، اعمل بي، اخلي بي وسلاش بي زي ما كانت اهي، خلاص، بس هزود الهمبشكه دي اللي حطينا دي، هزود منها شويه، وبعد ما ازودها واعمل باراجراف تاني، ايه رايكم؟ حلوين قوي، خلي ده بادي 1 بادي 2 عشان عارفين ده باراجراف الاولاني ده باراجراف الايه؟ التاني، تعالى اعمل ريفيش، هتلاقي الباراجراف الاولاني اهو، الباراجراف التاني اهو، طبعا ممكن الباراجراف لوحده يراب على اكتر من سطر،
عادي، بس هتحس برضو ان ده باراجراف على بعضه وده باراجراف على ايه؟ على بعض. فهمنا حسينا بمعنى كلمه باراجراف يعني ايه؟ خلاص كده اللي هي بي. حلو قوي. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل دي، عايز اعمل الصوره دي. طب اعمل ايه؟ في حاجه مهمه جدا اسمها تيبل. اسمها ايه؟ تيبل. تيبل ده ان انا اعمل جدول، ان انا اعمل ايه؟ اعمل جدول. فانا عايز اعمل جدول، يبقى اعمل كده بس او بلاش اعمله هنا فوق عشان تبقى واخد بالك من الجدول عامل ازاي. الجدول هيبقى عامل هنا كده، خلاص كده. والجدول ده هيبقى كام رو، كام صف؟ ده صف واحد، خلاص. هو عامل له كده ايه؟ خليه كده، خلاص. الخليه دي احط فيها الصوره، والخليه دي يبقى فيها الرغي. صعبه كده؟ خلاص كده. يبقى عندي جدول، جدول مكون من صف، صف واحد، خليه فيها الرغي، وخليه فيها الايه؟ فيها الصوره. صعبه؟ بس هعملها ازاي عشان اقول تيبل؟ تعالى بعد الليدر هنا وقبل الباراجراف دول، هم جاي عامل كلمه ايه؟ تيبل، واقفل في الاخر بسلاش ايه؟ بسلاش تيبل. عايز اعمل صف. طبعا كلمه تيبل دي لوحديها كده بالنسبه لي ما عملتش اي ايه، بس لازم طالما انت تعمل جدول تبقى تبدا بكلمه جدول وتقفل بسلاش ايه؟ بسلاش جدول. خلاص كده. لو جينا عملنا ريفريش مفيش حاجه هتحصل، هو بس وسعت سنه عشان في جدول هنا بس مش متشاف. عايز اعمل صف فيه، اما عامل ايه؟ تي ار. يعني ايه تي ار؟ تيبل رو. معلش هو التاجات كتيره ومعلومات كتير، بس المفروض ان هي سهله، المفروض ان هي ايه؟ سهله. فانا مستحرم انك تاخد ماده ويب ما تعرفش يعني اتش تي ام ال يعني وسي اس اس، يعني بصراحه ما تبقاش خدت ويب يعني. خلاص. تي ار وسلاش تي ار، يعني عايز اعمل ايه؟ رو. طب لو عايز اعمل رو تاني، تي ار وكمان سلاش تي ار بكده صفين، عايز اعمل رو ثالث ورابع وخامس، هي فيها مشكله؟ طب كلام جميل. انا عايز رو واحد صح؟ عايز اعمل فيه، لا ما بنقولش كولومز بقى، بنقول ايه؟ تو سيلز مثلا، خليتين، خليه وخليه، صح كده؟ كل خليه بسميها تي دي، اسمها ايه؟ تي دي. قوم جاي هنا في التي ار ده اقول انا عايز اول ايه؟ تي دي، خلاص كده. التي دي الاولانيه، التي دي الاولانيه اللي هي الخليه الاولانيه اللي هي دي، هنكتب فيها الكلام. معايا ولا مش معايا الناس؟ هنكتب فيها الكلام. اقوم واخد كل التو باراجرافز اللي عندي دول صح؟ اكتهم وارميهم جوه مين؟ جوه الخليه الاولى، وارميهم جوه الخليه الايه؟ الاولى. صعب كده في حاجه؟ كلام جميل. وعايز كمان ايه؟ تي دي، خليه ثانيه صح؟ الخليه الثانيه احط فيها ايه؟ الصوره. ايه بقى الكود اللي بيشغل لي صوره؟ طبعا انا اضطريت اوريكم الحته دي عشان انا مضطر ان انا يعني ما ينفعش اشرح اتش منه غير ما اعرفك ازاي تحط صوره. ما ينفعش اشرح اتش منه غير ما اعرفك ازاي تعمل جدول تنسق في الشغل بتاعك، لازم تكون عارفه كويس. هم سهلين يعني من باب العلم بالشيء كده، حاجه بسيطه مش صعبه. بس عشان لما تيجي تكتب كود بقى بالسي شارب بقول لك عايزين نطلع في الخليه دي اسم اليوزر اللي دخل، تعرف تنط جوه كود الاتش تي ام ال وتطلع الخليه وتبقى عارف انه خليه، غير لما يكون قدامك حاجات كده غريبه وانت مش فاهمها، صح كده؟ هو ده كان الغرض الاساسي. المهم عايز احط صوره، قام عامل ايه؟ اي ام جي. اي ام جي يعني ايه؟ ايمج. ايمج صوره، خلاص كده. صوره، الصوره دي بحدد لها حاجه اسمها اس ار سي. اس ار سي يعني الباث بتاع الصوره، الباث بتاع الايه؟ بتاع الصوره، وبيساوي واكتب هنا المسار بتاع الصوره، وبعد كده اقفل ايه؟ اقفل الصوره كده، اقفل الصوره بالشكل ايه؟ بالشكل ده. طب الصوره فين؟ عايز اعمل لها باص. اي صوره هتستخدمها، اي ملف هتستخدمه، اي حاجه هتستخدمها في الويب لازم تكون موجوده عندك في سوليوشن اكسبلورر. احنا عارفين سوليوشن اكسبلورر ده الشاشه اللي بتشيل كل ملفات الايه؟ كل ملفات المشروع بتاعك، بتشيل كل ملفات المشروع ايه؟ المشروع بتاعك. فاحنا عايزين هنا
في الحته دي نجيب صوره تطلع على الجهاز بتاعك تشوف اي صوره وتاخد منها كوبي وتيجي تقوم عامل لها بيست خلاص كده. الاول نعمل لها فولدر عشان برضو الدنيا تبقى مترتبه. اقف على كلمه اسم السايت بتاع فروتس ويب سايت كليك يمين واقول له اد نيو فولدر. اللي عملته ده اكيد دوست على حاجه غلط. كليك يمين واد اد نيو ايه نيو فولدر. قال اسميه ايه؟ قلت له اسميه اي ام جي اس. يعني اي ام جي اس ايمجز الصور. فولدر هظبط فيه الصور عشان ما يبقاش كل حاجه على بعضيها كده عشان الصفحات دي ما تكبرش معانا قوي كده وانتو خلاص. فولدر اسمه ايمجز واروح اجيب صوره اي فاكهه من عندي. فقمت رايح واخد ايه الصوره بتاعته من واخد منها ايه كوبي خلاص مطرح الصوره اللي عايزها. قمت رايح راجع تاني على مين؟ على الفيجوال ستوديو بتاعي طبعا او مجموعه الصور انا عايزها. واقف الفولدر اسمه ايمجز كليك يمين وعامل ايه بيست. نزلت لي صوره اسمها ابل دوت بي ان جي. ابل دوت بي ان ايه يبقى انا هقول له بي ان جي جي بي جي جي اي اف خلاص كده. دول اللي هم الاساسيين بتوع الويب. ما حدش يعمل لي بقى بي ام بي والكلام ده. هي حاجه دي بتبقى مساحتها كبيره اصلا ما ينفعش اشتغل على الويب خلاص على راي واحد يعني علينا يعني حاجه كده جت في دماغي. بس كان في واحد طالب كده عندي مره يقول لي هي ملفات البومب ما تشتغلش على الويب. قلت له ايه ملفات البومب دي؟ بالاخر اكتشفت انه يقصد ملفات البي ام بي يعني. فقعدنا ايه اقول له يا ابني ايه ملفات البومب دي؟ قلت له بالاخر لا ملفات البومب تفرقع في الموقف بصراحه. يا ريت يعني المختصرات ما نقولهاش ما نقولهاش خلاص. بي ام بي يعني مش محتاجه يعني. المهم يعني هقول له الاس ار سي لازم تخش على فولدر اسمه ايمجز اسم الفولدر. معنا الوقت الملف بتاعي خد بالك الملف بتاعي اهو. هقول له خش جوه الفولدر اسمه ايمجز. دخل جوه الفولدر اسمه قلت له بعدين سلاش. قال لي ماشي. هتلاقي صوره اسمها ابل ابل دوت ايه بي ان جي. خلاص كده معايا الناس. عرفنا ازاي بنقول اسم الفولدر وكان اسم الصوره. ارجع اعمل هنا ريفريش هلاقي ان ادي الايه ادي الصوره جنب مين. طبعا انت مش شايف طبعا الجدول. انا ممكن اجرب لك بس همسح يعني. ممكن اقول لك هنا اعمل له بوردر. بوردر يعني ايه؟ يعني اطار كده ليه عشان نشوفه يعني. بس بوردر حجمه واحد بس مجرد ان انا اوريكم بس ايه تقسيمه الجدول. بس المفروض احنا مش عايزين كده. عايزين ما حدش يحس ان جدول. احنا بننسق بس المفروض ما حدش يحس ان ده جدول. اعمل ريفريش او شايفين كده تالي كده واضحه قوي ان ادي الخليه دي وادي الايه. بس الصوره كبيره قوي يعني مش معقوله هنحطها في الاخر هتطلع بالمنظر اللي هيبقى في الحته الصغيره دي. عايزين حاجه تبقى قد دي كده بالظبط يعني. عايزين حاجه قد الحجم الصغير ده. فممكن احدد لها الويدث والايه والهايت. بس اشيل الاول البوردر عشان مش عايز اظهره زي ما اتفقنا خلاص. لكن ممكن احدد لها الويدث او ممكن احدد لهم السي اس اس بعدين. المهم ويدث اقول له مثلا 150 وهايت ارتفاعها 100 وايه يبقى الصوره ادي عنوانها وعرضها 150 في طول كام 150. ارجع اعمل ريفريش هلا ان ادي الصوره يعني خدت شكل ايه او حتى حجم طبيعي يعني لحد ما طبعا كل اللي في التيبل كل في التيبل يتفعص حتى بالكلام هيحاول يظبط نفسه. طب افترض ان انا حطيت كلام كتير وقلت له انت حجمك قد كده هيبقى عندك حاجه من الاثنين يا يعملك سكرول يا اما ايه يا اما هيكبر على قد الكلام. ودي حاجه اسمها فيكسد وحاجه اسمها ريلاتيف. خلاص كده لو فيكسد خلاص هيبقى اضطر الحجم يبقى ثابت ويعمل لك بقى سكرول كده تتمشى في الحاجه اللي جوه. لو ريلاتيف يبقى على الاقل ده الحجم بتاعك لكن لو زدت خلاص مش مشكله. خلاص كده طيب كده في مشكله زي بقى نفس الايه كده عملنا ايه الارتكل بتاعتنا هو هيدر وفي تيبل ده البادي بتاعنا صح وجواها ايه فوتر صح. دي كلها على بعضها الايه الارتكل الاولانيه صح. الارتكل الثانيه واخد منها كوبي زي ما هي كده وقوم جاي هنا عامل ايه بيست. بقى عندي ارتكل ايه ارتكل ثانيه اختها بالظبط جوه نفس السكشن. اجي اعمل ريفريش بقى عندي ارتكل ثانيه بنفس الايه نفس الفكره. بس الفوتر هنا حجمه صغير قوي. الفوتر حجمه صغير فممكن نعمل الفوتر برضو نعمل جواه هيدنج
احنا كنا عاملين دات اتش 3 صح؟ ممكن ده نعمل اتش 4 مثلا، نخلي اتش ايه يعني عنوان بحجم ايه. لا هنبقى نعملها لينك بقى، هنبقى نعملها وقت صح، كلامك صح. يعني هي المفروض تطلع كلمه دلوقتي، بس هي المفروض لما يدوس عليها ايه بتاع لي صفحه صح ولا لا، يبقى المفروض برضه اعملها. طب نعملها لينك بالمره، بتيجي تمليني انت قول لي هتعمل ايه. انت اللي فتحت بقى الفتحه دي، الكلمه اللي هيداس عليها صح. يبقى فاضل ان انا عامل ايه صح، و اتش ار اي اف اسم الصفحه مثلا، اسميها صفحه ديتيل دوت اتش تي ام ال صح. واقفل هنا، واقفل سلاش ايه في الايه في الاخر. سهل ان انا اعمل لينك ولا صعب؟ سهل ان انا اعمل لينك عادي. ممكن احنا نعمل لها صفحه يس يس بس كده. طيب يبقى انا عندي الفوتر، وبعدين 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 عندي الفوتر في اتش 4 وسلاش اتش 4، وفي عندي في النص ايه لينك صح. لا لينك هيتعمل على اتش 4 عادي خلاص كده. ممكن اخد الفوتر ده كده كوبي صح، وابدله بدل الفوتر اللي في الارتكل الثانيه صح، عشان الاثنين زي ايه زي بعض. وشيل الفوتر ده وعامل بيست، وارجع اعمل هنا ايه ريفريش، بقى الفوتر ايه الفوتر بتاعي. في حاجه كده مشكله؟ طبعا هو الديزاين غير الديزاين خالص، مش مهم. هوريكم ازاي التنسيق يقدر يظبط لك الاماكن بقى، ويظبط لك الالوان ويمشي الدنيا زي ما احنا عايزين. خلاص عملنا دي وعملنا دي حلو. عملنا التو ارتكلز دي. بالنسبه لي كده حتى الان اتوصلت له ان السكشن ده كله شكرا اتعمل السكشن صح كده. جنب السكشن بقى انقل نفسك، عايز تعمل دي، عايز تعمل اسايد دي. اسايد دي يعني حاجه كده على جنب، بكتب كلمتين عن الفاكهه مثلا وفوائدها، اي كلمتين كده مالهمش اي لازمه او متعلقين بالموضوع، او مثلا ممكن اطلع مثلا ايه مثلا بقول هل تعلم ان مش عارف التفاح بيعمل ايه في مش عارف ايه، فاهم انت؟ هل تعلم ان الدوم مش عارف ماله بيعمل كده، يعني اي ايه ماشي حالك يا سيد، يعني حاول تبيع يعني خلاص. لا هي الاسايد دايما بيبقى حاجه متعلقه بالموضوع بس مش الموضوع. يعني لما اجي اتكلم على فوائد الفاكهه حاجه مهمه، وانا غلطان حاجه مهمه بس ما هياش ايه ما هياش الموضوع. اه اتفرج انا بقول الفايد دلوقتي مش دلوقتي خلاص. ماشي، عايز اعمل الايه الاسايد ده، ليه تايتل ليه عنوان وليه باراجراف، وممكن تحت الباراجراف نحط صوره لو احنا عايزين نحط صوره الايه صوره الحاجه. يعني لو انا بتكلم على بس ايه ملوش فوتر، لا ده كلام على الجانب كده. ممكن احط يعني مثلا لو بتكلم على الدوم احط صوره الدوم، ما بتكلم مثلا على صوره البطيخ نحط صوره البطيخ. عايزين تطلع كل مره مش هيبقى ثابت، استنى بقى لو تاخدوها ملف اكس ام ال بقى وتتعلموا الويب بقى يبقى شغل على ميه بيضاء، هنشوف يا ربنا يسهل. مشكلتكم ان انتوا بعد السكشن ده خلاص، السكشن ده كله خلص صح؟ السكشن بتاعنا ده كله خلص ولا لسه ما خلصش؟ السكشن بتاعنا خلص، فاضل بس السكشن خلص، فاضل الاسايد خلاص. عايزين نعمل الايه الاسايد بتاعنا، وبعد الاسايد بتاعنا عايزين نعمل في الاخر فوتر، عايزين نعمل في الاخر ايه في الاخر فوتر خلاص. طيب فانا قوم جاي كده بعد السكشن ده، قوم عامل حاجه اسمها اسايد، واقف بسلاش اسايد، وقوم جاي هنا قايل على اتش مثلا 2، قوم قايل ايه مثلا عنوان يبقى اسمه important information، معلومات مهمه او معلومات تهمه او اي حاجه خلاص. وبعد كده اقوم رامي هنا شويه ايه شويه رغ، اخدهم من فوق على طول عشان مش عايز ارغي تاني، واخد منهم كوبي ايه ان سي دي واحده بقى ان سي
اللي سي اللي سي اللي سي واحده بس واحده ثانيه. خلاص قاعدين تدوروا انتوا خلاص. سيبتوا الموضوع اساسا خليكم معايا شويه بعد اذنكم الصوت. وتحت الكلام ده حطينا ايه باراجرافين كده على السريع. لو جينا عملنا ريفريش مش عارف ايه فهتلاقي الاسايد بتاعك طلع لك بالمنظر ده بدون اي تاثيرات بدون اي ايه تاثيرات. لسه هنظبطه. عايزين نحط له صوره في الاخر. ممكن نجيب الايه ايمج. ممكن نجيب اي ايمج من عندنا ونحطها تحت. بس نعمل الاول ايه بي ار. يعني ايه بي ار؟ انزل سات وبعد كده حط الصوره. انزل سات وبعد كده حط الايه حط الصوره. ده الاسايد بتاعنا. ده كلام عجاني. فاضل لي اخر حاجه الفوتر. الفوتر في الاخر خالص اللي هو الفوتر اللي هو المنظر ده. نرجع له كده بعد ما خلصنا خالص. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل هنا في الاخر تحت الفوتر ده. خلاص عايزين نعمل الفوتر ده في الاخر خالص. فهم جاي عامل هنا وعامل فوتر وسلاش ايه وسلاش فوتر. خلاص هو كان مثلا فريش فروتس الصوت بعد اذنكم ويب سايت. وعايز اعمل ايه عارفين ايه او ليه المفروض نيجي ليه قبل هو كده وما عارفين العلامه بتاعت حقوق الطبع دي كوبي رايت حرف السي وعليه ايه داير. طب اعمله ازاي ده بقى؟ أو أنا عين زي دي بقى. دي لها رمز. دي مجموعة من الرموز. الرموز الرياضية وال كل حاجة لها رمز. ما ينفعش أكتبها كده بشكل مباشر. بيبقى تتعمل إزاي؟ بكتب العلامة دي أمبرساند كده أمبرساند وأكتب أي حاجة نوت وأقوم عامل إيه؟ سيمي كولون. وهنا بقى أكتب الإيه؟ الحروف دي بقى عبارة عن لو كتبت مثلا كلمة كوبي طلع لي شكل الكوبي رايت. طلع شكل الإيه؟ لو عملنا هنا ريفريش هطلعت لك شكل الإيه؟ في العلامه بتاع كوبي رايت. عشان الحاجات دي ما ينفعش تتكتب كده من على الكيبورد كده. خلاص لو انت مثلا كتبتها مثلا ال تي مثلا وجيت عملت ريفريش هتلاقي اللي تي عملت لك ايه القوس ده صح كده. عشان القوس ده ما ينفعش طبعا. ده قوس اتش تي ام ال. لا انت لو حطيته هيفتكر ان ده تاج وبتاع وكلام من ده. لا ايوه الحاجات دي بقى واحد يقول لي نحفظها. لا طبعا ما تحفظهاش خالص. انت تعمل ايه وقت ما تحتاج رمز انت مش عارفه هتخش على الانترنت هتبقى كاتب ايه html symbols symbols table مثلا جدول لا مملك الايه ده. طبعا الحاجات دي ما بتحفظش يا جدعان. الحاجات دي بس بقى عارف القاعده بتاعتها علامه امبرساند وحرفين كده وهتبدا يعمل منظر وسيمي كولون. خش على الانترنت الاقي جدول 20 موقع 3000 موقع مش 20 ايه 3000 موقع عامل لك جدول فيه كل منظر والكود بتاعه كل منظر والكود ايه والكود بتاعه. انا اخترت مثلا اتنين كده وابقى لو لما يفتحوا ربنا يسالني. خلاص كده مثلا ايه هرجعها تاني. ايه اللي بيه مثلا خلاص كده وارجع نعمل ايه ريفريش بقت خلاص. ما اعرفش بيكتبوا كوبي رايت الاول ولا دي الاول. ماشي ادي مثلا جدول اهو اهو بس انا كاتبهم بال مش راسمهم لك كاتبهم. ده يبقى عندك مشكله فيه. ده طويل ده ده حلو ده. تعمل دي يطلع لك الرمز ده. تعمل دي يطلع لك الرمز ده. تعمل دي يطلع لك الرمز ده. تعمل مثلا هارتس يطلع لك قلب. سلام خلاص. كل بقى الرموز دي عندك اهو مثلا موقع اهو كل حاجه والرمز بتاعها. يعني هي مثلا وعلى فكرة ممكن تكتب رقم برضو. ممكن تكتب ايه رقم عارف مش محتاج تحفظه بس بعرف القاعدة بتاعتها. بعرف القاعدة ايه عارف القاعدة بتاعتها بس. خلاص كده دي السبيشال كاركترز في الHTML. طب انا بس يعني كده احنا عملنا صفحة الHTML كلها بالكامل بس شكلها خالص بعيد عن الموضوع. بعيد عن ايه عن الموضوع. فانا عايز اقوله طبعا لان انا هضطر اتكلم على CSS المره الجايه عشان مفيش وقت خلاص. لكن بس عايز اقول
السي اس اس انا هنا عامل كلمه بادي فاتح كوس وقافل ايه قافل كوس معنى كده ايه بقى السي اس اس لغه في كتابه الكود بتاعها سهل اصل على فكره احنا ما بنعتبرش اللغات دي لغه برمجه يعني ايش ميل انت خطوات لغه برمجه لا ده التاج ده بيعمل كذا التاج ده بيعمل كذا التاج بيعمل كذا التاج بيعمل كذا وخلاص الموضوع انتهى صح لا ما هوش ولا فيه ولا لوجيك ولا تفكر جامد ولا كلام من ولغه السي اس اس بقى اسهل منها لغه اسهل منها اقول بادي كده معناها ايه اللي هقوله هنا يتطبق على مين على البادي يبقى كل حاجه هتقولها ما بين القوسين دول اي خصائص هحطها هنا تتطبق على البادي ولغه السي اس اس ما بتشيلش غير خصائص بس يعني حاجه بتساوي حاجه حاجه بتساوي حاجه يعني اللون الخلفيه بيساوي كذا درجه الميل كذا لون الكتابه كذا بس خلاص كلها حاجه بتساوي كذا يعني من الاخر اكنها بالظبط عارفين شاشه البروبرتيز انتوا صح اكنها شاشه البروبرتيز بالظبط خاصيه وقيمه خاصيه وقيمه خاصيه وقيمه بس ما فيهاش ولا شغل اكتر من كده خالص فعلى سبيل المثال ممكن جاي هنا قايل مثلا باك جراوند مثلا اقول له باك جراوند مثلا كلر باك جراوند كلر يعني لون خلفيه الايه الصفحه بتساوي لون خلفيه الصفحه بتساوي بتساوي يعني كولون بتساوي يعني كولون فوق بعض كده اختار اي لون يعجبك من هنا لو مش عاجبك ممكن تكتب انت ايه الكود اللي انت عايزه يعني انا ما اعرفش النوع ده اسمه ايه اللون ده ايه بصراحه مش هيطلع مش عارف بصراحه الفوري ده ما اعرفش هيطلع ايه يعني بس ممكن تقوم مجربه مثلا ام عامل ريفريش الله جميل والله والله ما حدش حاجه عندي انا جميل ظهر عندك انا ظهر عندي طبعا ظهر عندك ازاي الصفحه ما بقتش بيضاء يا جدعان شايف الابيض شايف الابيض ده ابيض خليه اقوى طيب خليه اقوى لا انا ابيض خلاص المهم يعني يبقى كده احنا بنأثر على الايه على التنسيقات بتاعتنا من خلال كود مين الستايل شيت طبعا ممكن اكتب كود كده هاش او ماشي كتبت هاش طلع لي ايه درجات الالوان طب والله ثواني بس ممكن تدوس على السهم ده يطلع لك ايه الباليت تختار منها درجه اللون اللي انت ايه عايزه خلاص بس خد بالك لا ليها ادخل في برضه في كل فيرجنات بس خد بالك معايا تختار الدرجه انت عايزها عايز مثلا في الاصفرات وراح على الاصفرات وتختار الدرجه انت عايزها بيكتب لك هنا ايه هاش وكود الكود ده خانتين اربعة ست ست خانات ست ايه ست خانات الست خانات دول طبعا لو مفيش ولا درجة من دول قادر تجيبها وعندك مثلا صورة مثلا دي وعايز تطلع اللون ده ده في اي صورة عندي في اي حاجة عندي كده على جنب وعايز اجيب نفس الدرجه دي بس مش قادر القب مش عايزه تيجي معايا ممكن تبقى عامل حركه برده بسيطه جميله ان انت قايل تقوم نازل دي تحت كده وتحط الحاجه اللي انت ايه تبقى باينه الحاجه اللي انت عايز تسلكت منها اللون صوره بقى عندك معينه فيها درجه معينه عايزها بتاع كلام من ده ممكن تقوم جاي كده تقوم دايس هنا تقوم جاي مختار شايف القطاره دي شايف القطاره دي واخدها تقوم رايح تقول له هي الدرجه دي خلاص كده فيجيب لك الدرجه حتى لو كانت بره البرنامج حتى لو كانت بره الايه البرنامج هتلعت ايه درجه لون حبيبي يعني. خلاص هي جت كده بقى خلاص فايه بقى حبيبي دي بقى دي معناها ايه بص عشان دي اخر حاجه اقولها لك طبعا لما جيت عملت ريفريش هتلاقي اللون الغ... ايه يا ربي هو ده هو ده انا قلت كده هزر ولا ايه مش معقول ده مشكله دي استنى كده يا عم نتاكد ما قدرش يلقط بره البرنامج اما هو لقط كاتبنا ممكن نكتبه اهو صح ما هو غير بقى اللون صح اسيب واعمل ايه يبقى احنا اكيد دوسنا على حته ايه على حاجه على حته غلط ولا حاجه خلاص المهم يعني انا اقصد ان انا عايز بس اقول تفسير اللون ده اللون ده مكتوب بحاجه اسمها
نظام ال ار جي بي اللي هو ريد جرين بلو بلو خلاص كده بلو التلات الوان الرئيسيه بيتكون من نوع الالوان اسمه ريد جرين بلو ريد ليه خانتين هنا جرين ليه خانتين هنا صح بلو ليه خانتين ايه خانتين هنا ار جي بي ار جي بي رقم خلاص افتكروا برقم نظام الار جي بي كل فكرته ان انا ممكن الخانتين دول انور بيهم لون احمر درجه ونور اخضر درجتين ونور ازرق ثلاث درجات يديك درجه غريبه جدا زود الازرق درجه زود الازرق درجه يديك لون ثاني زود درجه يديك لون ثاني تقدر طب كم درجه اقدر اغيرها في الاحمر وكم درجه اقدر اغيرها في الاخضر وكم درجه اغيرها في الازرق لا 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 الاحمر تقدر تغيره 256 درجه تخليه درجه او تخليه مفيش او تخليه درجه او تخليه درجتين او تخليه ثلاثة او تخليه أربعة او تخليه لغايه كام 255 هو 256 او زيرو يبقى كده 256 كلهم صح لا ده السؤال اللي لسه هجاوب عليه كمان شويه خلاص كده يبقى عندي ايه زيرو ما فيش احمر خالص او درجه او درجتين او ثلاثه لغايه 200 ايه 55 يبقى كله على بعضه كام 256 عشان نعد الصفر اللي هو معناه ما فيش خالص لون من ده وكذلك الاخضر وكذلك الازرق وكذلك الايه الازرق يبقى ريد جرين بلو درجه عندك 256 درجه لون من الاحمر و256 درجه لون من الازرق و256 درجه لون من ايه الاخضر و256 درجه لون من الازرق يعني تقدر تطلع كام درجه لون كتير وشويه اللي هم 256 في 256 في 256 يطلع لك كام لون تقدر تعمله حوالي هتلاقي مليون وشويه طبعا هتلاقي عدد المليون مليون درجه لون 256 في 256 اصلا هتصفرك في 256 هتغرقك هتعدي مليون وشويه المهم يعني زميلنا سأل سؤال مهم جدا قال لي ازاي بقى 256 من الاحمر في خانتين بيشتغل باسلوب اسمه الهكسا ديسيمال اسلوب اسمه الايه الهكسا ديسيمال في الهكسا ديسيمال مثلا 10 اولى لكن اولى اللي هو ايه اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني الايه ما ينفعش ال10 ما تنفعش ليه عشان الايه واخده خانتين يقول لك ايه ال11 ما تنفعش ليه واخده خانتين يقول لك بي سي دي اي اف فكده لما تحب تقول ايه اف 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 تديك بقى الايه 256 بتاعتك خلاص كده وصلت لنا المعلومه او 255 255 والزيرو والزيرو يبقى كده كام 256 فهمنا كده فكده يبقى اتعملت بالنظام الايه السادس عشان فهمنا يعني ايه تكوينت الكود دي خلاص عايزين بقى نكمل مع الستايل وازاي نوصل بالموقع ده اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه المره اللي جايه ان شاء الله.